في خطة لتأمين الصناديق السنافة موجودة بكرة النهاردة بالليل. بالنسبة لحضرتك لأهم التشكيلات الأمنية الموجودة في تشكيلات مش هو مفتوح أهو مفتوح اتفضل إيدك بس إيدك في تشكيلات موجودة وفي أقوال أمنية بتمر في جميع المناطق والأمور الحمد لله. شكاوى او تهديدات جت من المواطنين؟ لا جت من المواطنين. حضرتك تطمن المواطنين بيه يا فندم بعد طب رساله طمانه بقى للمواطنين لان ما ينفعش ان هو ينزل ينزلوا وكل واحد ينزل. شكرا ميرسي جدا. طب ممكن تاخد سؤال؟ كان في هجوم على عربيه شرطه في المنيا ما ينفعش الهواء كل دي بلاغات بل شكرا ميرسي جدا لحضرتك.